صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال للاسبوع الثالث من شهر 12. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، وان شاء الله تستفدوا على هذا الفال. هذا غادي نبدا بصاحبه البشره البيضاء ونشوفوا المستجدات ديالك لهذا الاسبوع. هذه انتي قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على انسانه، تقدر تكون الاخت ديالك، الابنه او صديقه او زميله في العمل. غادي تكوني كتفكري بزاف في الليل او ما كتنعسيش مزيان من كثر التفكير، وغادي يجيك اتصال هاتفي مهم او رد على طلب او على رساله. الانسانه اللي غادي يكون قلبك عليها، البعض فيكم هاد الانسانه هادي غتكون مريضه، او الفال كيقول البعض فيكم هاد الانسانه ما فيهاش خير وانسانه خائنه. كاين اللي معاها وحده في العمل، خصوصا هادي اللي زميله ديالك في العمل، فهي كتحفر لك حفره او كتهضر عليك بالسوء، وخصوصا كذلك اذا كانت الشيف او المديره امراه. كاين البعض فيكم اللي معاها شخص في العمل حنطيم، زوج مطلق، عنده اولاد. هاد الانسان رد لك البال وكيبغيك وباغي معاك الخير، ولكن انتي ما رد ليهش البال، كتشوفي في رجل اخر. بالنسبه للاهل او الناس اللي كيسكنوا معاك، فناس اللي هما استغلاليين او يعني غادي يكونوا كيطلبوا منك اشياء فوق طاقتك، وانت دائما كتبغي ترضيهم. غادي تكون عندكم ذبيحه في العتبه، يعني ممكن تكون ذبيحه سبوع طهور او حفله زفاف، او هي ذبيحه صدقه، كي لما تشمل عائليه، خصوصا بالنسبه للمغتربات. المغتربات كيف ما كان الطريق ديالك، فالاحتمال ديال الرجوع او اللقاء وارده. بالنسبه لك انت كتسالي على الشخص الحنطي، هذا الحنطي خصوصا اذا كان كيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش او في القوات المساعده، هذا الزوج ديالك، فكاين عندك معاه حمل. كذلك هذه اللي ما مزوجاش، فهذا الحنطي غادي يكون عندك معاه امور جديده، او هو غادي يكون كيبغي دائما الجده او الجد او الحاجات الجديده في العلاقه بينك وبينه. غادي يكون رومانسي، غادي يكون محب، غادي يكون معطاء، وغادي يكون الطفل الصغير، او غادي يكون قريب لك بزاف، او انتي غادي تكوني كتعتبريه كانه ابن ديالك. بالنسبه للحنط اللي هو قصير القامه، هذا الانسان نفسيته غادي تكون مدمره، معذبه، عنده مشاكل، عنده نقص مالي، عنده مشاكل مع ناس بخصوص فلوس، ما غاديش يكون عنده الخاطر للحب والغرام والعاطفه. بالنسبه للرجل الابيض المتوسط القامه او الطويل، الا كان داير لك بلوك، فالبلوك غادي يتفك. وهذا الانسان بالنسبه للاخريات فهو يتعذب. هذا الانسان باغي يظهر معاك ويفرح معاك، وكيفكر في خطوبه او ترسيم العلاقه. هذا الانسان قريبا غادي يهضر لك في الموضوع ديالكم ديال الزواج او الخطوبه، نيتو صافيه وقلبه ابيض. كاين البعض فيكم اللي كاين الناس اللي كيديروا لهذا السيد سحر حتى انه ما يبقاش معك. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، خصوصا اذا كان اجنبي او في البلاد البعيده، كاين لما تشمل بينك وبينه، كاين المجيء ديالو لعندك. هذا الانسان هذا غادي يكون كيغار عليك بزاف. بالنسبه للاسمر اللي هو متوسط القامه او طويل، غادي تكونوا متقاربين، متحابين، متوالمين، ما غاديش تكونوا كتخبيو على بعضياتكم، يعني اسراركم عند بعض. غادي يكون بيناتكم اتصالات هاتفيه اذا كنتوا بعاد عن بعض، او يعني بعاد في المسافه. انسان اللي غادي يكون شويه حساس، فاي كلمه قلتيها غادي يكون كيتحسس، فحاولي انك ما تعصبيش هذا الانسان، او يعني تبقي تعطيه كلام يعني بطريقه غير مباشره، حتى انك مثلا تستفزيه. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، هذا الانسان غادي يكون عاطيك بالظهر، غادي يكون عنده مشاكل، غادي يكون مضغوط، غادي تكون نفسيته محطمه. هذا الانسان هذا غير خليه في حاله هذا الاسبوع هذا. فكان هذا الفال ديالك البيضاء، وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطيه.
شاء الله الحنطي هذا الاسبوع يكون خير ويكون عندك اشياء جديدة اللي تفرحك. غادي تكوني انت هذه الحنطيه ان شاء الله الفال يكون خير. غادي يكون هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على رجل اسمر، غادي تكوني كتفكري في فلوس بكثره، وغادي يكون عندك رجوع مع الطليق او لمة شمل عائليه. البعض فيكم غادي تحضر وليمه والبعض اجتماعات ولقاءات كثيره هذا الاسبوع. كاين مشاكل بخصوص بيع شراء كراء او رهن، كاين مشاكل عائليه، البعض فيكم غادي تسمع خبر لن يسرها، خبر عائلي، عليكم عين، عليكم حسد في هذا السكن اللي نتوما فيه، ضغوطات عاطفيه خصوصا هنا السيدات او البنات اللي كتشتغلوا في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعده او كتلبسوا لباس خاص في العمل ديالكم، كاين عندكم شويه مشاكل لا في العمل ولا في الحياه العاطفيه، لان عندكم علاقه ما بين العمل وما بين العاطفه الاخريات. ردوا بالكم من الصديقات من البنات، لان غادي يكونوا كيغاروا منكم، غادي يكونوا كيبغيو يسببوا لكم مشاكل عاطفيه، خصوصا اذا كانت عندك صديقه عندها اطفال صغار او هي حامل في الوقت الراهن. فالحنطيه كنشوفك يعني غتكوني خايفه من الاسحار، خايفه من البلوكات، خايفه من الطاقات السلبيه، فكيقول لك لا تخافي، فلستي الان او في هذا الاسبوع يعني كيأثر عليك سحر او بحال هذا الشيء. هذا المكالمه الهاتفيه اللي كتنتظريها فغادي توصلك هذا الاسبوع، اللي كانت كتنتظر حمل او باغيه دير تحاليل ديال الحمل فالحمل غادي يكون. كاين اللي خايفه على الابناء ديالها فما تخافيش على الابناء ديالك، الابناء ديالك غادي تسمعي عليهم خبر سعيد. الا كان شي واحد في الابناء ديالك كينتظر اوراق فهاد الاوراق غادي تكون متسهله ليه. بالنسبه للحظوظ غادي تكوني محظوظه مع الناس اللي سواء كانت امراه رجل او انثى، ذكر او انثى، الناس السمر يعني اللي بشرتهم سمراء غادي تكوني محظوظه معهم هذا الاسبوع. هذا بالنسبه للحب والغرام، اذا كنتي كتسالي على الرجل الاسمر اللي هو قصير وحتى اذا كان اجنبي او في بلاد البعيده غادي يكون كثير الاتصال بك. هذا الشخص هذا غادي يكون دائما كيبغي يهضر معاك، يتشاور معاك، ياخذ الراي ديالك. بالنسبه للحنطي اللي هو متوسط القامه او طويل، هذا الانسان كيفكر في الزواج، كيفكر في خطوبه، كيفكر في ترسيم علاقه، كيفكر في الرجوع، كيفكر في الصلح. هذا الانسان حتى الا كان الطليق ديالك مازال غادي يكون بيناتكم رجوع وصلح، وهذا الانسان مازال عندك معاه الخير ومازال عندك معاه النصر. لا اقول هذا الاسبوع، ولكن هذا الانسان عنده هذا الطموح وعنده هذا الشيء في باله. بالنسبه للاسمر اللي هو متوسط القامه او طويل، هذا الانسان غادي تكوني محظوظه معه. هذا الانسان كيفكر فيك بالليل والنهار، هذا الانسان غادي يكون كيحاول انه يرضيك، هذا الانسان غادي يكون رومانسي محب، غادي يكون كيقول لك كلام اللي يعجبك، انت غتكوني كتشكي فيه، فالشك ديالك فيه لا محل له من الاعراب. وحتى الا كان هذا الانسان عنده طرف ثالث تفرق معها او ما بقاش معها، انت كنشوفك ما كتعرفيش تتعاملي مع هذا الاسمر، لان دائما كتوجهي له اللوم والعتاب وكتنتقديه لواحد الدرجه كبيره. بالنسبه للحنط اللي هو قصير القامه، هذا الانسان غادي يكون تعبان صحيا، يعني عنده مشاكل صحيه، غادي يكون دائما في البيت او ما عندوش خروجات. فهذا الانسان اللي همه هذه الايام هي صحته، فهو محتاج لك وللرعايه ديالك والاطمئنان ديالك عليه، او انك تكوني بالجنب ديالو. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، هذا الانسان غادي يكون سلطوي، غادي يكون عصبي، هو قلبه بيض ونيته صافيه، ولكن هذا الانسان بسبب الاهل ديالو غادي يكون كيتعامل شويه معك بقسوه. بالنسبه للرجل الابيض المتوسط القامه او الطويل، هذا الانسان هذا متردد في التعامل معك، لان داخله بيناتكم امراه وهي قريبه لك.
هاد الانسانه هذه كتحاول انها تخرجو من الطريق ديالك، وكتحاول انها تشغلو هذاك الفراغ اللي عنده او الاشياء اللي ما كتعطيهاش انت تقدر تعطيها هاد الانسانه هذه. فردي بالك على الابيض المتوسط القامه او الطويل، كاين طرف ثالث. بالنسبه للاسمر اللي هو قلنا الاسمر القصير، قلنا المتوسط القامه، الحنطي، الابيض، قلناهم بجوج. ف كان هذا الفال ديالك الحنطيه، وغادي نشوفو السمراء. فان شاء الله السمراء يكون خير. هذه انت السمراء، ان شاء الله هذا الاسبوع يجيك باخبار اللي تفرحك ان شاء الله. امين. فهذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على الحرام او على الغيار او على الخيانه او خايفه من مرض، وغادي تكوني كتفكري في كل ما يخص الامور العائليه والامور الخاصه بالسكن او بالعمل الحر ديالك. غادي اتيك الله هذا الاسبوع بسفر او تحركات كثير، فحاولي على راسك من العصبية. كاين اللي غادي يكون عندها تعامل كثير مع اجانب، او غادي تكون كتجيك اتصالات هاتفيه من بلد بعيد. كاين عندكم هنا مفاجآت خاصه بالسكن، خاصه بمشروع، خصوصا بمشروع، يعني اللي باغيه دير مشروع فهذا هو الوقت المناسب، اللي باغيه دير عمل حر ديالها فهذا هو الوقت المناسب. كذلك بالنسبه للعمل اللي هما موظفات او عاملات، عندكم حاجات اللي هي زوينه غادي تكونوا ظاهرات من هذه الناحيه. كاين اللي غادي يكون عندها عقد عمل او ترسيم في عمل. كنشوف بالنسبه للحياه العاطفيه، فاللي ما عندهاش حبيب كاين فرص التعارف خصوصا على النت. وكذلك اللي هما مسافرات داخل الوطن هذا الاسبوع، فممكن انك تلتقي بشخص اللي غادي يعني تربطي معاه علاقه عاطفيه. بالنسبه للحب والغرام، اللي كتسال على الرجل الابيض اللي هو قصير، هذا الانسان كيحبك، كيموت عليك، كيفكر فيك بطريقه ايجابيه، كيشوفك يعني امراه ديال المستقبل. هذا الانسان هذا دائما كيتبع للراي ديال الاهل ديالو. هاد الناس هادو اذا كان كيهضر لك على الزواج فالاهل ديالو غادي يوافقوا. كاين البعض فيكم اللي كانوا مرضين شبيك او كانوا باغيين يزوجوه امراه اخرى، فالان غادي يرضاو وغادي يقبلوا. بالنسبه للابيض المتوسط القامه او الطويل اللي كنتي مخاصمه معاه، فكاين في هذا الاسبوع صلح او لقاء او عزومه لمطعم او مقهى. اللي بعيد عليها هذا الشخص يعني هو داخل الوطن وبعيد عليك يعني من مدينه لمدينه، فغادي يكون كثير الاتصال بك، يعني غتكونوا كتواصلوا هاتفيا بكثره. هذا الانسان الا كان كينتقدك او كان كيزعف كثير او كان كيشتكي لك او يقول لك الهموم ديالو، فهذيك الهموم انتهت، غادي يكون مرتاح هذا الاسبوع هذا. بالنسبه للحنطي اللي هو قصير القامه، غادي يكون كيغار عليك هذا الانسان الا كان الزوج ديالك فباغي معاك ولاد، والا ما كنتيش كتولدي فهاد الانسان الاهل ديالو ممكن انهم يزوجوه مراه اخرى من اجل الاطفال. بالنسبه لهذا الحنطي غادي يكون معطاء، غادي يكون كريم، غادي يجيب لك هديه او يعطيك مبلغ مالي. كاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندك معاه زواج عرفي او بالفاتحه. بالنسبه للحنطي المتوسط القامه او الطويل، غادي تكونوا متقاربين بينكم. هذاك التقارب غادي يكون احسن مما مضى، لان من قبل كان بيناتكم اصحار او كان بيناتكم بلوك وكان بيناتكم عدم تفاهم. الان غادي تحسن الامور ديالك انت مع هذا الحنطي المتوسط القامه او الطويل. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير، فغادي يكون هو اللي كيتبعك وانت متكبره ومتعجرفه عليه وكتشوفي الرجل الاخر. هذا الانسان هذا ممكن يكون كيدير معك تخاطر او جلب او
أصحار حتى أنك تكوني معه. بالنسبة لبعض فيكم هذا الإنسان مزوج، يعني كنتي معه وتفارقتي أنت وياه لأنه خدلك أو تزوج أو خطب وحدة أخرى، فوخا خاطب أو مزوج باغيك تكوني عاشقة ديالو. بالنسبه للاسمر المتوسط القامه او الطويل، هذا الانسان هذا انت اللي غادي تكوني تابعاه بكثره الاتصالات، فكثره الاتصالات وكتسولي عليه بزاف كثرت مما يعني كتخليه يمل منك. هذا الانسان ماشي ما باغيكش، هذا الانسان باغي يظهر معاك وباغي يفرح معاك وباغي معاك لما تشمل، ولكني كتنقي عليه بزاف، كتدققي معاه وكتصوني عليه فين كنتي، يعني كتسجنيه. فهاد الانسان داك كثرت الاهتمام ديالك به لواحد الدرجه انك كتعصبيه وانه ما كيبقاش يبغي يشوفك. لكن هاد الانسان باغيك وباغي يستمر معاك وباغي معاك اللقاء وباغي معاك الرجوع وباغي معاك لما تشمل، واذا كان الطريق ديالك هذا راه باغي يرجعك. الديفو اللي فيك او الخطا اللي فيك هي كثرت الاتصال به وكثرت الرغي الكلام ترترة، فنقصي شي شويه من الكلام. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه السعاده وطول العمر، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر جديد. الى اللقاء.